للأسف يا خانم، طلب تأجير الديون انرفض. أنا توقعت هالشي. بس بصراحة في شي غريب عم يصير، السندات عم تتجير كلها، في حدا عم يشتريها. ما فهمت عليك. سمعت في واحد عم يدفع ديونكم ويسحب السندات. شو هذا، مجنون؟ ليش ليعمل هيك؟ أنا بظن إنه هو حاب تكوني مديونة إله وبس. كنت مفكر إلك خبر بالقصة. لا، ما عندي خبر. مين هو؟ حلمي أونال، أبو صفك. لا، مستحيل. أصلاً بظن هيك أحسن بالنسبة إلك. على القليلة حلمي بيك قرايبكن، بجوز يأجل الديون وهيك ما بتنباع الفيلا. أنت ما فهمت عليه شو بده؟ هو عم يحاول ينتقم مني. قديش في عندي مهلة؟ أقل من شهر. رح ياخذ كل شي من إيدي. مدام، لحظة حتى خبره. حلمي بيك ما حسنت امنعه. ماشي، روحي انتي. شو عم تعملي هون يا خانم؟ عم اجرب طريقتك بالشغل. قال عم تدفع وتشتري ديوني. انا قلت لك ما بنسى شي، ورح اخذهم منك لاخر قرش. بدي اخذ الكنبايه اللي بتعدي عليها. انت ما بتعرف انك عم تلعب بالنار. باي لحظه بتتغير الظروف. وأنا ما بعرف كيف صرنا أعداء لبعضنا، بس فينا ننسى يلي صار لهلأ. نحنا رح يصير عنا حفيد ورح يكون عنا مستقبل مشترك. أصلاً نحنا قريبين. أنا تبريت من ابني يا فيروز خانم، وحفيدك ما بيعني شيء. لازم تعرف أنا ما بستسلم. معناتها رح تدفعي ديونك، والمليون اللي أخذتيه من ابني مع فوايده. يلا روحي اطلبي من صهرك، اطلبي من عدنان بيك، خليه يشوف وشك الحقيقي وخليه يقتنع انه اللي قلت له يا كله صح. رح تكوني مديوني إلي وبس يا فيروز يور أغلو، إلي وبس. وأنا رح آخذ كل شي من تحت إيديكي. أنت أخذتي ابني، وأنا رح زلك شوي شوي، وبدي شوف نهايتك على إيدي هدول. يلا مع السلامة. وأنا رح أخنقك، فهمتي؟ وما رح تقدري تجيبي مصاري. روحي اطلبي من صهرك. يلا أنا ناطرك. بدي بدل ثيابي مشان نتمشى على الرمل شوي. تأخر الوقت، بكره بدي فيق بكير. بس انا ماني نعسانه. كأنه امك لساتها فايقه. تفضل، بيت بيتك نهاد. صار فيك تاخذ راحتك على كيفك بهالبيت، وكأنه البيت بيتك واكثر حبيبي. ماما، ليش شو هالحكي؟ لأنه صار البيت بيت أبو. أمي اصحي. شو أنت سكرانة؟ أبو حكى ونفت كلامه، ناوي يفلسني مشان ينتقم مني. شوفي، حاكي مع الناس المديونة إلهم ومشتري كل السندات منهم. يعني أنا صرت مديونة إله، وما رح نقدر ندفع الدين لنهاية الشهر. لهيك بيعتبر كل شي بنملكه هو ملكه. لازم ندفع المصاري فورا. من وين حبيبتي، من وين؟ صرت عدوة إله من وراكن. رح أفلس وأخسر كل شي بسببكن أنتو. لا تطلع فيني هيك، فكر بشي حل. كم مرة أنا لازم أدفع لك ديونك؟ قبل هلأ أنا خسرت عيلتي مشان ديونك. أنا ما فيني أعمل شي مشان حضرتك، أنت لاقي حل. جوزك خبرك شي عن أبوه؟ كنت بتعرف إنه أبوك رح يعمل فينا هيك؟ لا. لازم نلاقي حل بسرعة.
لو كان بابا ما اشترى السندات كان غيره اشتراهم، وكنتوا بدكم تدفعوا. لازم كنتوا تفكروا بحل من زمان. كانوا المحامين عم يحاولوا يأجلوا الديون، ما قدروا. معقول هالقصر يروح من ايدنا؟ إذا بدها تندفع ديوننا خليه يروح أحسن ما نتبهدل. مستحيل، أنا ما بخسر وما حدا بيغلبني. ما بدي اسمح لحدا يقول فيروز يورو أغلو انتهت. شو رأيك حكي مع أبوك؟ مستحيل، أنت بتعرفي عناده لبابا. Thank you.